أيضا مشاهدينا، ما زلنا نتابع هذه الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتطوراتها. نتابع هذه الصور التي تردنا حيث يظهر جنود يتبعون لقوات الدعم السريع وهم يعلنون سيطرتهم على مقر قوات اللواء الأول مشاة آلي التابع للجيش. لكم الدبابات ها مقدومة عافينا زمان بيقولوا لنا يا هلا ديك دبابات دبابات سودانية ها. الحمد لله الرجال اشتغلوا يا جماعة، أبشروا بالخير أبشروا بالخير. قيادة اللواء الأول مشاة آلي القوات البرية في فتيلنا. نحييكم من قيادة اللواء الأول مشاة آلي القوات البرية. يا جماعة دي القيادة كاملة عقدة وعمدة في قبضتنا تماما تمام. ودي كروزراتهم وشايفينها، وبجاي لكم الدبابات ها مقدومة عافينا زمان بيقولوا لنا يا هلا ديك دبابات دبابات سودانية ها. الحمد لله الرجال اشتغلوا يا جماعة، أبشروا بالخير أبشروا بالخير. قيادة اللواء الأول مشاة آلي. إذن كما تتابعون مشاهدينا يصلنا هذه الفيديوهات عن قوات الدعم السريع. في هذه الصور إذن نتابع بحسب قوات الدعم السريع جنود أو تظهر هذه الصور جنود للقوات يعلنون سيطرتهم على مقر قوات اللواء الأول مشاة آلي في أم درمان في شمال العاصمة الخرطوم. وقبل قليل كانت أيضا قوات الدعم السريع قد أعلنت انضمام عدد من ضباط القوات المسلحة بقيادة المفتش العام إليها. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا ميرا شغازي.